بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا تنبرا الأقراص، مسكن للآلام وخافض الحرارة، حيث يعمل على تخفيف الآلام الصداع وآلام العضلات والمفاصل والآلام المصاحبة للبرد والإنفلونزا، وتخفيف نوبات الصداع النصفي وتخفيف آلام الدورة الشهرية عند النساء. ويمكن استخدامه للآلام المصاحبة للجراحات الصغيرة أو الإصابات البسيطة، ويساعد على إنقاص درجات الحرارة المرتفعة عند الإصابة بالحمى. ويمكن استخدامه لآلام الأسنان وآلام الظهر والكدمات والالتواءات. الجرعة حسب إرشادات الطبيب. العبوة 20 قرص، سعر العبوة 22 جنيه، مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.